يعني مش وقت، يعني مش وقت بتنزلوا الشرح ده على اليوتيوب او اي او اي هناخد اختراع النقود وتطوره. هل أيام المصريين القدماء كان في عندهم النقود؟ كانوا بيتعاملوا بالفلوس؟ كانت دي العملة بتاعتهم ولا إيه؟ ولا إيه الدنيا عندهم؟ كانوا اخترعوا النقود دي ولا لأ؟ هقول لك لأ، ما كانوش اخترعوا النقود، كانوا بيتعاملوا عن طريق وسيلة اسمها وسيلة المقايضة. يبقى كانوا بيتعاملوا عن طريق المقايضة. إيه هي المقايضة دي؟ هي تبادل السلع والخدمات بدون استخدام النقود. يبقى المقايضة تبادل السلع والخدمات بدون استخدام نقود. تمام؟ زي إيه؟ أنا محتاجة قمح من همس وهي محتاجة مني أرز، فأنا هديها قمح وهي تديني قد ما أنا اديتها أرز. يبقى ده هو تبادل السلع والخدمات، بنتبادل سلع وخدمات من بعض. مثلا أنا محتاجة من جوري فواكه، أنا ما عنديش فواكه، محتاجة من جوري فواكه، وجوري محتاجة مني مثلا ذرة، فأنا هديها الذرة اللي هي محتاجاها وهي تديني الفواكه. فهو ده أسلوب المقايضة. أسلوب المقايضة هو تبادل السلع والخدمات بدون استخدام نقود. تمام؟ هنبدل سلعنا مع بعض، أنا محتاجة من عندك حاجة أنت هتديها لي، وأنا هديك من عندي اللي أنت محتاجه. تمام؟ بس الأسلوب ده كان يصعب التعامل بيه، ما كانش ينفع إن احنا نستمر نتعامل بأسلوب المقايضة. ليه بقى؟ لأن أنت عشان تتعامل بيه لازم إنك تكون محتاج إلى السلع الموجودة عند الآخر. طب افرض هو ما عندوش السلع اللي أنت موجود اللي أنت محتاجها دي، مش هينفع. يبقى عشان نتعامل بالأسلوب ده يجب أن يكون كل شخص بحاجة إلى السلع الموجودة عند الآخر. مثلا أنا محتاجة من إبراهيم أرز وهو محتاج من عندي مثلا قمح، أنا ما عنديش قمح، هنتعامل بيه ازاي بقى؟ فيصعب التعامل بهذا النظام لعدة أسباب. أول حاجة، يجب أن يكون كل شخص بحاجة إلى السلع الموجودة عند الآخر. 2، عدم قابلية بعض السلع للتخزين، في سلع ما بتتخزنش زي الفاكهة، عشان كده الناس كانوا محتاجين لنظام تاني لتسهيل معرفة قيمة الأشياء وتبادلها، عشان يعرفوا قيمة الشيء الحاجة دي بكام، ويقدروا ان هما يسهل التبادل بينهم، فاخترعوا النقود. تمام؟ فاخترعوا ايه؟ النقود. النقود بقى كل دولة اتخذت عملة محددة تتعامل فيها في تعاملاتها. طيب احنا عندنا في مصر العملة المصرية عندنا ايه؟ العملة المصرية عندنا ايه؟ الجنيه جنيه المصري. الجنيه جنيه المصري. تمام؟ ايوه طب اخترعوا بما تفسر، تم اختراع العملة، ليه اخترعوا العملة؟ هتقول له ايه؟ لما يجي يقول لك بما تفسر اختراع العملة، هتقول له هم ليه اخترعوا العملة؟ لتسهيل معرفة قيمة الأشياء وتبادلها. يبقى الشيء اخترعوا العملة لتسهيل معرفة قيمة الأشياء وتبادلها. تمام؟ تمام وتم اختراع النقود ليه برضو؟ لتسهيل عمليتي البيع والشراء. يبقى دي او دي. تمام؟ يبقى تم اختراع النقود لتسهيل عمليتي البيع والشراء، كان لازم يخترعوا النقود دي عشان يسهلوا عملية البيع والشراء. ماشي؟ ماشي. كده الجزء ده مفهوم؟ في اي حاجة عايزها تاني؟ لا لا مش ممكن. البيع والشراء بقى، ايه هو البيع وايه هو الشراء؟ البيع انك تبيع الحاجة، يعني انك بتعطي السلعة مقابل انك تحصل على الفلوس على العملة، صح؟ يبقى البيع صح هو اعطاء السلع والخدمات مقابل الحصول على عملة بتستخدمها الدولة. انت دلوقتي سوبر ماركت، انا جاية محتاجة اشتري حاجات من السوبر ماركت، فانت هتبيع لي، فهتديني السلع والخدمات وانا هديك فلوس. يبقى البيع هو اعطاء السلع والخدمات مقابل الحصول على عملة بتستخدمها الدولة. ماشي؟ تمام
طب الشراء بقى لما بتيجي تشتري حاجة، إنك تاخد برضو السلع والخدمات مقابل عملة بتستخدمها الدولة. ما أنت بقى اللي هتدي بقى وأنت بتشتري، هتاخد سلع وخدمات وهتدي فلوس. ماشي؟ طيب، تطوير النقود، تطور النقود، تطور النقود. أول حاجة النقود السلعية، كان لكل مجتمع عملة سلعية معينة بيستخدمها الناس في البيع والشراء بشرط إن كل السكان تقبل بها. زي إيه؟ على سبيل المثال إن المصريين القدماء كانوا بيستخدموا القمح كسلعة، الإغريق كانوا بيستخدموا الأبقار، سكان المكسيك كانوا بيستخدموا جوز الهند. يبقى لكل مجتمع كان له سلعة معينة بيستخدمها في البيع والشراء بس بشرط ان يتفق على السلعه دي الناس كلها تقبل بيها. زي المصريين القدماء كانوا بيستخدموا القمح كسلعه، والاغريق كانوا بيستخدموا الابقار، المكسيك كانوا بيستخدموا جوز الهند. ماشي؟ النقود المعدنيه بقى ظهرت بعد اكتشاف الانسان المعادن. ما انت هتظهر ازاي النقود المعدنيه قبل ما يكتشف المعادن؟ لا، هي ظهرت بعد ما الانسان اكتشف المعادن، وكل دولة قامت بتصنيع نقودها من المعادن المختلفة كالذهب والفضة والنحاس. عيوب بقى النقود المعدنية، كان بيصعب حملها، كان بيصعب إيه؟ حملها. عشان كده الناس قاموا بوضعها في أماكن آمنة زي البنوك دلوقتي كده، تمام؟ مقابل ورقة بياخدوها من المكان اللي هم حطوها فيه، مكتوب عليه اسم وقيمة صاحب المعدن، قيمة واسم صاحب المعدن، تمام؟ تمام. يبقى تاني، النقود المعدنية ظهرت بعد ما الإنسان اكتشف المعادن، وكل دولة قامت بصنع نقودها من المعادن سواء ذهب أو فضة أو نحاس. عيوبها كان يصعب حملها، عشان كده تمام. الناس قامت بوضعها في أماكن آمنة زي البنوك دلوقتي، مقابل إن هم يحصلوا على ورقة مكتوب فيها قيمة المعادن اللي هم حطوها أو النقود اللي هم حطوها مع اسم صاحب المعدن. ماشي؟ النقود الورقية بقى ظهرت نتيجة عيوب النقود المعدنية، فكل دولة قامت بعمل عملة ورقية خاصة بها، تمام؟ والبنك المركزي، تم إنشاء بنك مركزي في دولة ده المسؤول عن إصدار النقود الورقية. يبقى مين المسؤول عن إصدار النقود الورقية؟ البنك المركزي، تمام؟ والخبراء دلوقتي بيقوموا بوضع علامة تم البنك المركزي مالية، للتعامل العام والإحصاء. يبقى يقوم الخبراء حاليا بوضع علامة مائية في الأوراق النقدية لمنع التزييف والتقليد، تمام؟ يبقى دلوقتي لو جبت الفلوس كده هتلاقي دي هي العلامة المائية. ليه بيحطوا العلامة المائية دي؟ عشان يمنعوا أي تزييف أو تقليد. ماشي؟ مش لا، العلامة المائية بمصورة اللي في مثلا المسجد، عشان العلامة المائية ما بتبقاش بلاستيك، تبقى حاجة مكتوبة، ما تبقى مكتوب اسمك مثلا أو صورة. لا لا، هي دي العلامة المائية اللي هي البلاستيك.